في نوعين من انواع الاقراص الصلبه اللي هو HDD و SSD، قرص الصلب اللي فيه دائره اللي يتحرك ونوعا ما سرعته جيده، ولكن اللي اسرع منه اللي هو SSD. لما يكون عندك اي ماك وشوي تعبت منه من البطء، خيار كويس انك تسوي انك تبدل القرص الصلب ب SSD. بسم الله ناخذ الخطوات سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. أول حاجة لازم نوضحها، جميع الأشياء اللي بقوم فيها هنا بإذن واحد أحد خطوة بخطوة لتوضيح عملية استبدال القرص الصلب في الآي ماك اللي موجود عندنا بSSD. الSSD أسرع كقراءة وكتابة، أيضا مزاياه أفضل ولكن أغلى، وتركيبه يبغى لك أنت تسوي بنفسك كتسهيل لك. ما لقينا مراكز في الرياضة تركب لك بشكل رسمي، ولا لقينا مراكز هتتحمل المسؤولية تركيبه لأنه كلهم خايفين الشاشة تنكسر. في طقم من الأدوات اللي تحتاجها تقدر تشتري، حطيت لكم رابطها تحت، هذه لقيناها بأمازون وكان التقييم حقها جدا جيد. الشيء الثاني اللي عليك أنك تسويه تجيب قرص صلب، اختيارنا كان على السامسونج إيفو 1 تيرا، برضو حطيت لكم الرابط. من نفس القرص الصلب هذا سويت نسخة كلون، برنامج مجاني لقيناه ايضا من خلاله سوينا الكلون، كلونينج اللي هو نسخة طبق الاصل. توضيح، ليس باك اب، باك اب نسخة احتياطية، الكلون نسخة طبق الاصل مع امكانيات البوتينج تكون مدمجة فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجة ناخذ الآلة هذه اللي موجودة ونبدأ نفك الصمغ اللي موجود بين نفس الشاشة ونفس البادي. طبعا بشويش يا جماعة، انا سويتها قبل كذا فهذه المرة الثانية اللي قاعد اسويها، ونفس الرولر اللي موجود في هذه الأداة أقعد أمرره بشكل كامل. لما أجي لجهة الكاميرا يبغالي أنتبه أني ما أعدي الكاميرا وأن الصمغ اللي موجود أفكه بطريقة جيدة. الحين هذا الموضوع بيصير الشاشة كاملة بتفك، فأنا احتياطا في حاجتين أصلا لازم كان أسويها. أول حاجة قبل ما تبدأ تأكد أنه الكهرباء عندك مفصولة، فخلينا أساسا نوريكم الكهرباء بالكامل مفصولة. الشيء الثاني الحين لما نفك الجزئية دي اللي هو الصمغ اللي موجود اللي يربط أو يلصق الشاشة في نفس البادي، هذه الشاشة المفروض أنها تنفك وتطيح. احتياط، بخلي سجادة موجودة هنا احتياط. أوكي، أرجع الحين على نفس الأداة هذه، الأداة فيها زي البكرة تحسها كأنها حق التقطيع بيتزا، فهذه عجبتني أحلى من اللي قاعد تقول أن استخدم أوتاد ولا ما أوتاد في فك التلصيق زي كذا. تقعد بكل بساطة تحاول توديها حد الأقصى حقها، ما فكت معي الشاشة. الحين إيش اللي بسويه؟ خليني أحاول أسويها بطريقة أسهل، بنيم الشاشة. في عندي مع نفس الأدوات جاي التولز هذه اللي هي السكشن كابس يسموها، هذه أساس إني أفك الشاشة براحتي لما حطيتها بالطريقة اللي أقدر أسحب الشاشة. فأنا أبغى بالطرف الثاني لنفس الوتد هذا الطرف يصير أحس إنه إيوه، تلاحظ أنت لو على خفيف كده حتعرف إنه هذا هو الصمغ بالكامل انفك. جزئية الصمغ اللي تحت هي أصعب شيء، ومع الطقم جاي صمغ بديل لك زي الاسترابات اللي هو شريط لاصق من جهتين ويكون لازم قوي. خليني شوف بجيبها بطريقة ثانية أنا فكري. بما انه بفكر تحت ابغى اسويها بالطريقه التاليه، تعال هنا معي. الحين شوفوا في عندكم الكيبلان اللي موجوده، الكيبل هذا والكيبل ذا، الكيبل ذا اللي هنا هذا ينسحب سحب، فلو طرف يمين وطرف يسار وتقدر تسحب هذا الكيبل، والكيبل اللي موجود هنا هذا المفروض انه كليب، فلو مكبس تقدر تشيله من خلال نفس المكبس، هو تحت ولا فوق برضه. شوف خليك دائما حريص في هذا الموضوع. فنرجع نفتح نشوف الكيابل طريقتها كيف. هذا سحب، هذا اول واحد، هذا اللي هو سحب. الثاني له اسلوب فك من تحت وتجي ولا من فوق، هذا رفعناه لفوق سحبناه لورا. فاذا الحين الشاشه المفروض انه ما في شيء قاعد يربط الشاشه بنفس البادي، ماسكها باحكام من الطرفين، وبسم الله الرحمن الرحيم بنزل هذه الشاشه. وانتبه ترى هذه الشاشه يا جماعه راس المال كله حق الاي ماك. ممتاز، بالطريقه هذه الحين فكيت نفس الجهاز وبان عندي القرص الصلب. القرص الصلب اللي موجود جوا HDD هذا هو من سيجيت اللي انا بركبه،
هذا هو الصغير. شايفين الحجم كيف؟ هنا في دائرة كبيرة الدور، هنا ما في هذه الدائرة الدور، هنا قرص solid state drive، قرص ثابت الحركة أو ثابت الوضعية نقدر نقول. الحين خلينا نرجع للموضوع هذا. هنا يبغى لي أفك هذول الاثنين فقط عشان أوخر هذه المراوح والتهوية عشان أقدر أفك القرص الصلب بإحكام، وبعدين هنشوف سوا طريقة صحيحة لتركيب القرص الصلب الجديد أيضا مع العدة. جاي عندي هذول الاثنين أشوى، ما يبغانا ندور في العدة حق التكبز، فبسم الله. وهذول الاثنين للتذكير فقط هفكهم عشان أقدر أوصل للبراغي حقة القرص الصلب. والحين انتبه لا تطيح عندك البراغي، دائما انتبه ما تطيح البراغي. هذا صعب بعد شوي ما ادري ليش المفك لك عليه، ما هو بالشيء الخرافي ولكن جيد. شوف وخرتها شوي كذا ممتاز. الحين المفك الثاني هو نفسه الصغير، صغير نفسه. بسم الله. عندنا ملاحظين القرص الصلب مركب على نفس البودي الالمنيوم، انتبهوا لا تطيح البراغي، نأكد. هذا اول واحد، ثاني واحد، ثالث واحد، هنوصل الحين لرابع واحد ويبغالي أكد أيضا على شيء ثاني. رابع واحد لو تلاحظوا يا جماعة هنا، هذا الطويل هو اللي ماسك بالبورد ذي وأيضا ماسك الجهة اللي وراء. امسك القرص الصلب بشكل جيد وابدأ فكه، يعني برضه شخص واحد يقدر يسوي هذا الموضوع. بسم الله. شايفين برضه؟ لا مش هذا طلع، مو طلع هذا. اذا خليني هذه اشيلها، خليني هذه. شلت هنا قرص الصلب بدون الحاجه لفك هذا اللي تحت، لانه عندي اوريدي فكيت جهه واحده قدرت من خلالها افك. هذا الحين الكيبل اللي عندي، ملاحظين؟ خلينا نسوي شيء ثاني بعد. الكيبل هذا بالطريقه دي. في قاعده خاصه اذا انت تبغى تحط اس اس دي، القاعده هذه هي اللي بتجي بمكان القرص الصلب الاساسي. القرص الصلب الاساسي ملاحظين في نتوءات هنا، هذه النتوءات يبغى لك شيء يشبهها. فبالفعل رهمت واحده، ولا انصح بهذا الشيء، ولكن بحط لكم رابط في القطعه البلاستيكيه اللي المفروض انك تجيبها، انا ما دريت عنها. المهم فبعدين نبدا نوصل القطعه اللي موجوده. هذا الكيبل اللي يجي معه نفس الطقم، يبغى لك تشبك الكيبل طبيعي في هذا المنفذ، ويبغى لك هذه تفك اللصق اللي عليها حطها. خلينا نحطها في مكان جيد هنا مثلا الطريقه هذه على نفس الاس اس دي حق تحويل الطاقه. فاذا هذه هي اللي بتتوصل بالقاعده الاساسيه اللي موجوده عندنا هنا، ولكن اول خليني اتمم التركيب، بثبت القواعد عشان اسهل علي. فيصير عندي فقط قاعده واحده، هذه الجهه دي هي اللي لازم اركبها. فالحين بجيب القرص الصلب مع القاعده الثانيه، هذا بيكون القرص الصلب، برهم الموضوع ولا انصح بالترهيم. ركبتها واوضح المره الثانيه لازم تختار القطعه السليمه، فانا رهمت هذه ولا انصح في هذا الموضوع، ولكن نرجع نركب القطع، نرجعها كلها في مكانها باذن الله. رجعنا المراوح، ما تشد عليها بزياده، لازم يكون عندك مساله التورك صحيحه، فما تحاول لا تكسر البرغي ولا تسوي نفسك زراديه، رغم اني مسمى هنا زراديه عادي، ولكن كل شغله وشغلتها، كل شيء يحتاج نوع حلال. نعم اوكي. ف الحين الكيبل هذا هو باذن الله، فخلينا اضبطه بطريقه افضل من كذا. كذا 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 حيكون احسن. فالكيبل هذا الحين موجود، والكيبل حتلاقي انه ميرفي بروف، يعني ما يمديك توصله اصلا بطريقه غلط، ما في الا طريقه واحده هي اللي توصل فيها. الحين اول شيء يبغى لي انظف الداني بعد اللي سويته هنا الترهيم، ثم استخدم السترابس الاشرطه اللي جت حقات التلصيق. العلبه اللي جبناها هي حقت شاشه 27 انش، فانت شوف حجم الشاشه اللي موجود عندك او حجم الاي ماك بالاصح اللي موجود عندك، وتصير تجيب الاشرطه المناسبه. والميزه ايضا
موجود عندهم زي الورقة حطيناه وكل شريط مرقم برقم على أساس أنك تعرف وين كل هذه الأشرطة تيجي. ألصق طرف واحد وبعدين لما خلص كل شيء ألصق الطرف الثاني. أيضا طلعت في ورقة فيها instructions كمان تركيب، ولكن هذا باللغة العربية. غسل الدنيا وارجع لكم. تلاحظ نفس الشرطون اللي موجود هنا، في طرف أبيض وطرف شفاف. الطرف الشفاف هذا اللي يجي دحين، خلنا أول ما أفكه أوريكم إياه. هذا الطرف اللي يجي على الكمبيوتر نفسه، على نفس الجهاز البودي وليس الشاشة. أول ما ينفك سير أوريكم بالضبط. شوف هذا الطرف الشفاف الحين أنت تفك معاك، هذا الطرف أوكي. فلازم أول شيء الفتحات تعيرها بشكل صحيح زي كده، وبسم الله بدأت تسوي بيلينج، تقشر نفس الطبقة، تحطها تحاول قد ما تقدر بطريقة صحيحة. الأسود تقدر تغطيه، ولكن الألمنيوم اللي موجود هنا تجنب انك تغطيه. حاطي لك القطع الزرقاء دي، ماخذين هذا الرقم حق المنطقة دي. واذكر انك تنظف بشكل جدا كويس اللي موجود اول، انه بعد الله سبحانه وتعالى ما في الا هالطبقة الصغيرة من الصمغ هي اللي بتضبط لك امورك على نفس الاي ماك. بعد ما حطينا الشريط الابيض هذا حتلاقي عندك موجود الطبقه اللي برا، فموجود عندكم لسه هذه المنطقه البيضاء، هذه تشيلها قبل ما تركب الشاشه. قبل ما نركب الشاشه خلونا نحرص ان ننظف الاماكن هذه هي اللي موجوده. يعني المروحه في طرق ايضا تقدر تفكها، تقدر تنظف الفلاتر والاشياء دي كلها، ولكن الجهاز الحمد لله ما كان معرض لكثير، اصلا هذا ما يعتبر غبار ابدا بشكل كبير، فحننظف تنظيف سريعا وعلى طول نركب الشاشه. طبعا يمديكم تتابعوني على سناب، دائما نسوي شويه اشياء سناب، ما قاعد اشرح شرح كامل على سناب، ولكن يكون في اشياء رايقه على سناب. اسهل بالنسبه لي اني لما ارجع الشاشه بالطريقه هذه، خلني استح نفس الجهاز قبل ما الصقه بشكل كامل، فامسكه بالطريقه هذه استح كذا، علشان قبل ما نركب الشاشة لازم الكيابل أوصلها. طبعا ماهر الله يعطيه العافية يقدر يساعد، ولكن ليش ما قاعد أخلي ماهر يساعدني؟ علشان أثبت أنه كشخص واحد بإذن الله يمديك تركب، تنجز المهمة، تنجز المهمة، وبالتالي تعرف أن أمورك بإذن الله خير. أذكركم كمان أنه فكينا اللصق من المنطقة اللي هنا، وهنا حطينا اللصق الجديد، فالحين بإذن الله نضغط من فوق لتحت على اساس نعرف انه ما في جاب ينترك تحت، مسافه تنترك تحت. نمسك السكشن، فكت معي واحده والثانيه موجوده هي نفس هذه اللي موجوده، اضغط عليها كامل، مو اضغط عليها ضغطات زي كذا، ضغطه يعني كانك شيء مسطح تضغط عليه على اساس ما تسوي بريشر اكبر على نفس المكان. خليني افك السكشن دي. شخصيا اشوف فكره حسنه ايضا، خليني اجيب الشاشه. يصير هي نفسها وزنها ساوى الامور. 5 minutes later. لك الخيار انه نفس الجهاز تحطه على وجهه على اساس انك تعرف وزنه ساعد في لحم الشاشه بشكل كامل. الحمد لله اتوقع المهمه كانت جدا ناجحه، تممناها بشكل كامل. الحين الاختبار الحقيقي، التوافق الحقيقي انه باذن الله انه بيشتغل وبيدخل على السيستم مباشره بدون ما يصير عندنا تدخل. هيا نتعرف على الموضوع. بسم الله اضغط الزر فنشوف هل بالفعل بيشتغل معك. اوكي صوت طلع يعني تمام، الشاشه نبغاها تشتغل علشان كيابل الشاشه نعرف انها كويسه وتمام. الى الحين ما اشتغلت الشاشه، الى الحين ما طلعت تفاحه، يمكن الكيبل انفصل، الكيبل ما انفصل، صار مصيبه ما صار مصيبه، وفي شاشه اصلا. اوكي فالحين يبغانا نشوف اول تشغيل، بما انه انا سويته بنفسي. ملاحظة في شعر هنا موجود في الشاشه، بنوريكم الصوره، ما في شيء يخفي. فهذا الشعر صار في الصوره، هذه اول مره غير شاشه في حياتي، هذه ما هي بحجه بالنسبه لي جيده، ولكن مبدا الحرص وقاعدين نسوي فيديو المفروض انه كان احسن. الشيء الرايق انه هذا هو الحين اشتغل الجهاز، اول تشغيل المفروض انه على طول الامور تمام، اشتغلت تمام. نسوي ريستارت، شوف الملفات جاهزه، كان النظام جاهز، كل شيء جاهز. يبغانا الحين اول ما يخلص يسوي ستارت وكل شيء. اول ستارت لازم يكون ابطا من الستارتات الباقيه، لانه الجهاز لقى القرص الصلب، القرص الصلب يوازي مع الاشياء الباقيه بحكم طبيعي. الحين نسوي ريستارت ونشوف باذن الله. الحين سوينا ريستارت اساس نختبر سرعه الجهاز، اضغط انتر، فالمفروض انه يعيد تشغيله. الاس اس دي حكما المفروض انه يكون اسرع من الاجهزه الثانيه، خلينا نجي هنا تشوفوها. فالاس اس دي المفروض انه اسرع من نفس ال
اتش دي دي اللي موجود، هذا تيرا واللي حطيناه تيرا. طبعا اول تجربه بالنسبه لنا صار في الشعر اللي موجود في الشاشه، هذه مخاطره انت تاخذها. طبعا لو اني حرصت اكثر وضبطت اكثر ما كنا قاعدين نصور فيديو، يمكن انه باذن الله، ولكن خلينا من كلمه لو. تسوي ريستارت، ستارت يشتغل الجهاز، الامور تمام باذن الله، اساس بعدين نختم. الحين هذا الحين سوينا ريستارت وهذا الجهاز اشتغل، حطينا الباسورد، باذن الله كاداء حيكون افضل من الاداء الاساسي اللي موجود في الاس اس دي. احد الاسباب اللي خلتنا نسوي الشيء ذا اللي هو وقت الرندره مع الفاينل كات اكس، فاينل كات اكس، فاينل كات برو اكس. فهذا اللي كان عندنا برنامج والأساسي نحتاج فيه رندرة. فالحين على الشاشة بعد الفيديو احنا قعدنا نجرب الفيديو، فالحين على الشاشة بنطلع لكم تقديرنا من 10 كم صار أسرع الجهاز في مبدأ الرندرة. ومع هذه السالفة إذا تبوا فيديوهات أكثر زي كذا نقدر نحاول نسويها. الحين التكلفة اللي جتنا الأشياء ولا شيء قدام لو وديناها صيانة. نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. يعني مسألة الشعر تقهر شوي بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. شوفكم على خير إن شاء الله.